واحد آمين. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الزمن الأربعيني. كما تفضل الدكتور ميشيل، يجب ألا نصدق أي شيء بنقرأه أو بنسمعه، وزي ما بيقول الفاتيكان الكورس الرسولي إنه أي شيء يجب أن يخضع للبحث العلمي. بتقول إنك وجدت إنجيل، خلينا نشوف هذا الإنجيل، ولكن طبعا بنرجع لشهادة القديس إريناوس. القديس إريناوس اللي توفي سنة 220 أو 222، الأناجيل أربعة ليس إلا، الأناجيل أربعة ليس إلا. أقول لك متى كتب بالعبرانية، مرقس هو ترجمان بطرس، لوقا هو دخيل طبيب من أنطاكيا وهو رافق بولس، ويوحنا كتب الإنجيل الروحاني. هاي إذن من أقدم الشهادات للإنجيل المقدس. ولكن طبعا نحن نحترم جميع الناس، جميع الناس، ولكن أيضا الاحترام والمحبة في الحق. يعني ما بصير احتراما للناس نغير الحقيقة، ولا بحجة إنه إحنا بنحكي الحقيقة إنه نهين الناس أو نجرح مشاعرهم. زي ما بقول مار بولس إذن في أفسس 5:14، أفسس 5:14، عاملين للحق أليفيفوندس في المحبة أنت أغابي. لازم نمسك إحنا هدول الطرفين، ومع الأسف عند عدد من المسيحيين كأنه المحبة صارت فخ، كأنه المحبة صارت مصيدة، يعني أنه بذريعة المحبة بدهم إيانا نقبل كل إشي. ذريعة المحبة لازم المسيحي دائما يعطي لغيره، وأما ما يتوقع إشي من غيره لا، خصوصا في الحقوق وفي الحقائق ما فيش مسايرة، فيش مدهادنة، ولكن دائما احترام. نعم. تفضل دكتور، معنا كمان ابونا حنا، نطلب بركته كمان في بدء هذا الصوم الأربعين المقدس. تفضل. نعم. ما واكتب الى ملاك الكنيسة التي في تياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. طبعا لهيب النار يعني تدل على النظر الثاقب، وأهلا وسهلا، والمعرفة، المعرفة العميقة، المعرفة العميقة التي يشد بها المزمور 139 اللي هو 138 في السبعينية باليوناني. يا رب فحصتني وأنت بي عليم، علمت جلوسي وقيامي، يعني أنه ربنا بيعرف كل إشي، وأنت لأفكاري من بعيد فهيم. إذن هذا العلم الإلهي الموجود في المسيح. وشو قلنا؟ رجلاه من نحاس، يعني ثابتتان على الأرض، رجلين من نحاس، يعني مش ريشة في مهب الريح، إذن في ثبات، ثبات، قوة، صمود. نعم. هلا بالنسبة لمدينة تياتيرا، هي أيضا في آسيا الصغرى، ما يسمى اليوم بتركيا. وإذا بتتذكروا في أعمال الرسل فصل 16:14 على إيدكم اليمين، شو مكتوب؟ إنه القديس بولس بيحكي، وكانت تصغي امرأة اسمها ليديا بائعة أرجوان من مدينة تياتيرا. هلا لاحظوا برضو، بنستغل هاي الآية أو نستغل ذكر تياتيرا، أفسس فصل 5:14 اللي حكيت عنه قبل، أفسس 5:14. إذا نرجع لأعمال الرسل فصل 16:14، القديس بولس يتكلم، قول وكانت تسمع امرأة، تسمع في
في المفرد المؤنث. اسمها مفرد مؤنث. تياتيرا بائعة أرجوان مفرد مؤنث. منيح. وفتح الرب قلبها مفرد مؤنث. لتصغي مفرد مؤنث لكلام بولس. فلما دعتنا مفرد مؤنث. ولما اعتمدت هي وجميع أهل بيتها. طب لحد الآن كل الفيلم شو كان؟ بس هي صح؟ ليديا 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 ليديا. لما وصلت على العماد ايش؟ هي وأهل بيتها. ليش؟ لأنه لما أنا كأب وكأم أقتنع فعلا إنه هذا هو المذهب الصحيح في الحياة، لا أحتفظ فيه لنفسي بل أقدمه لمين؟ لعائلتي. علمناش ننسى يوحنا فصل 3. ما هو العماد؟ العماد هو ميلاد جديد. فزي ما الله بساعدكم تعطوا الحياة لأولادكم يولدون كتاتي ساركا أو إنساركي يعني في الجسد، يجب أن يولدوا إيش؟ في الروح. وعلى هذا الأساس كمان منقول للكاهن أب أو أبونا، لأنه يعطي إيش؟ حياة الروح في المعمودية، في التناول، في التثبيت، في مسحة المرضى، في الزواج. الأب يعطي الحياة الطبيعية، الكاهن يعطي الحياة فائقة الطبيعة، كله بنعمة ربنا طبعا. لا الوالد الطبيعي بجيب الحياة منه، ولا الكاهن بجيب النعمة منه من دار أبوه، كله من كنوز نعم المسيح. إذن حلو ذكر تياطيرة كمثل من هالخمس عائلات المذكورة في العهد الجديد اللي اعتمدت بكامل أفرادها. امبارح مع الأخ ساهر صورنا يوتيوب عن بطرس الأولى فصل 3 آية 18، وحكينا إنه المذكور فيه إنه المعمودية شهادة ضمير صالح. هاي تحكي للكبار أو للي الكبار اللي منهم طبعا ناس عمدوا وهم صغار، بس هي مش ضد معمودية الأطفال. يعني لازم ناخذ كل الكتاب المقدس مش آية من هون وننسف فيها آيات أخرى. تفضل دكتور. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة، وإن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. إذن هنا طبعا لا نعرف مع الأسف شيء عن هاي المخلوقة، وحتى الاسم بيكون اسم رمزي. إيزابيل هي زوجة الملك، زوجة الملك أحاب أظن اللي على زمن إيليا، وهي اللي ظلمت عدد من الناس وخصوصا نابوت. واحد رجل اسمه نابوت كان له كرم جنب القصر تبعها واستولت على كرمه بذريعة انه شتم الملك. إذن اسم إيزابيل، وبعدين ماتت البعيدة وجثتها طبعاً الكلاب سحبتها زي ما نعم. إذن هاي الملكة هلا الملك أحاب، نعم أحاب، كان فكري أحاز بس أحاز على زمن أشعيا فصل 7 آية 13 وتابع. إذن أحاب نعم. هلا إذن يعطي هاي المرأة اسم رمزي أساساً
سفر الرؤيا مليء بالرموز وما بقدر يحدد أسامي الناس، حتى المرة الوحيدة يمكن اللي بحدد فيها اسم مجموعة معينة النيقولائيين نسبة لواحد اسمه نيقولا، أما شو كان مبدأهم مين هو ما معناش مع الأسف معلومة. يتكلم يوحنا الحبيب يوحنا اللاهوتي بعيدا منكم عن الزنا. الزنا هنا لا يعني الزنا الجسدي بل يعني بعيدا منكم أيضا خيانة البشر لله، لأن الشعب العبري كان يعد، وطبعا بالنسبة لنا الكنيسة تعد عروس الله، عروس المسيح في أفسس 5 الكنيسة عروس المسيح، فإذا الكنيسة بتخون المسيح كأنه بعيدا منكم زوجة بتخون زوجة، هذا هو معنى بعيدا منكم الزنا. وين؟ في عند الأنبياء خصوصا النبي هوشع، وفي أيضا أحد المزامير مزمور 73 بقول يا رب أنك تفني الذين يزنون عنك. يزنون عنك يعني اللي بيخونوا العهد مع الله. طبعا عبادة الأوثان كانت تعد زنا معنوي عند الشعب العبري، لأن الشعب العبري أو خلينا نقول الكنيسة هي مخطوبة للمسيح، برضو هنقرأها في الرسالة الثانية لآية كورنثوس، يا ليتكم تحتملون مني قليلا من الحماقة لأني زففتكم، أغار عليكم غيرة الله لأني زففتكم للمسيح زفة عذراء طاهرة. يعني إنه وشو بنقرأ في أفسس 5 إنه الكنيسة هي عروس المسيح ويزفها لنفسه إيش؟ عروسا كنيسة سنية بهية لا شائبة فيها ولا تغضن ولا ما أشبه ذلك بل بغير عيب. وهكذا على الرجال أن يحبوا نساءهم كما يحب كما أحب المسيح الكنيسة. شوفوا ما أحلى هاي النصوص، وين الإنجيل المقدس، وين رسائل بولس، وين مفردات أخرى عن الزواج أو بعض العقليات اليوم أو زواج المثليين أو كل هذا. إذن هذا الزنا بعيد منكم هلأ. وأنا جاي لهاي المحاضرة سمعت عن فئة أمريكية جديدة اللي أسسها واحد زاني كبير، طبعا توفاه الله. ليش بقول زاني؟ لأنه تجوز أكثر من 20 واحدة، وهيهم بدهم يغروا البشر عنا، حتى عنا في بلادنا المقدسة اللي المسيح ولد فيها. مثلا فلان ما فيش عنده شغل، أو زي ما بقولوا بالسحوري قطيع أباط، يعني بحبش يشتغل، بضلهم يتحفتلوا حواليه وبدهم يعطوه مصاري ويسفروا وإلى آخره. شو اسمه هذا في لغة القديس يوحنا؟ شو اسمه هذا؟ خيانة. يعني إيه؟ الزنا. الزنا لما الإنسان بيخون المسيح عشان المصاري. بدنا خلينا نحكيها بدون مؤاخذة بالقلم العريض، بعيد منكم الزانية المهنية، وهذا اللي بدي أوصل له أنا بالعربي، يعني بعيد منكم الزانية المهنية لا تقدم جسدها بس لأنها شهوانية بدون مؤاخذة، شو بهمها هي؟ مصاري. إذن خلينا نحكيها بكل أسف، كل البشر اللي باعوا الكنيسة اللي باعوا ضميرهم عشان إيش؟ المصاري. هذا هو الزنا بعيد منكم الزنا بمعنى بعيد منكم الدعارة اللي بتقدم جسدها عشان المصاري، اللي البشر اللي بخونوا المسيح والكنيسة عشان المصاري.
وإذا بتتذكروا امبارح وقت الوعظة أنا تأثرت شوي وطلع صوتي شوي. وليش طلع صوتي؟ حتى أقولكم يا جماعة إحنا منخاف عليكم، ما بدناش نستنى يصير مصايب حتى البشر يفتحوا عينيهم. وأتذكر مرة في عيلة جابت لي هدية، بتعرفوا بعد موسم قطف الزيتون، وابنهم جاب لي الهدية ودير الخوري كان هناك، تتذكر ولا لا؟ أنا قلت له للشاب لا، بدي جيب لي الغرض على السكرستية هون، بدي أورجيه للرهبات هون كان ساكن. في واحد كان واقف جنبي بقول لي يا أبونا ما هي ديرك هون، وهي الزلمة وصل عندك. طبعا حتى يجي على دير الرهبات من وين لازم يدخل؟ من الكنيسة. فحمل هذا الغرض، هاي التنكة، كل الكنيسة وصلها لهناك. هناك هون كانت السكرستية صح؟ وبعدين هون مدخل دير الرهبات، نفس هذا الديوان ما تغيرش. بعد مراحل الرجل هذا قلت له هلا بفسر لك ليش، شو السبب؟ تدخلش الكنيسة؟ انه هذا الشاب عمره ما دخل الكنيسة. هذا الشاب عمره ما دخل الكنيسة. قلت له بعد عمر طويل او قصير دون مؤاخذة العمر بيد الله راح يحملوه للكنيسة. انا حبيت انه هو يحمل اشي للكنيسة. بعد كم من سنة فعلا البعيد حملوه للكنيسة، شاب حملوه للكنيسة. وقتها كانت هذيك آخر أول مرة، يمكن أول مرة وآخر مرة بدخل الكنيسة. طبعا هذا بعرفش كيف حكيت عنه هالإشي، إنما اليوم يا مسيحية فلسطين، يا مسيحية الأردن، المسيحيين في مصر، يعني المسيحيين اللي عايشين في بلاد ممكن يكون فيها فقر أو بطالة، معرضين للزنا. كيف وحدة بتقدم حالها بدون مؤاخذة البعيدة عشان المصاري؟ لسه أكتر منها اللي بقدم كنيسته ومسيحه عشان المصاري. عشان هيك امبارح ارتفع صوتي بالكنيسة لما حكيت عن 50 واحد اللي فعلا زي ما أكد لي الكاهن الشقيق الأرثوذكسي، فعلا 50 واحد من الجليل هم، طبعا 50 واحد بما فيهم عائلاتهم، اقنعوهم انه المسيح سيظهر في البرازيل وهيهم قاعدين لا شغله ولا عمله هنا. المسيح سيظهر في البرازيل. اولها نمرده، شو هم الخبراء؟ شو بيفهموا الخبراء؟ نمرده، تنمرد صح ولا لا؟ استهتار بالسيده العذراء حاشا وكلا، استهتار بالكهنوت، فش اشاره صليب، اولها نمرده. تفضل. وكم من واحد ببيت سحور ماتوا بدون ما ياخذوا دم؟ هل ضروري يصير عندكم هالحكي اكثر حتى نفهم ضروره الوعي؟ هذا السبب اللي عشانه امبارح ارتفع صوتي وقت الكرزه، حتى اقول لكم قديش احنا بنحبكم وبدنا الله يحميكم. أما طالما الإنسان جاهل، كنا نحكي قبل شوي بالسيارة مع الأخ أبو جمال، طالما في بعيد منكم جهل فالإنسان معرض لكل شيء. زي اللي هاي جنبي دكتور طبيب، زي اللي فيش في جسمه مناعة أساساً. شو هو بعيد منكم مرض الإيدز؟ عدم وجود مناعة في الجسم. رشح ممكن يموت فيها البعيد، فيش مناعة. شو الهدف يا أبونا من هاي الندوات؟ المناعة. طيب ما في أشياء إحنا، على فكرة أنا لما بحكي لك عن أشياء أحيانا بتقولوا طيب لشو الخوري بجيب هاي السيرة هاي؟ طيب هذا الموضوع مش مهم. أنا ما بحكي لكم من فراغ، واضح كلامي؟ كل حرف بحكيه في وراه قصة، في وراء عيلة،
في وراه شاب مات، شاب ماتت، عيلة صبية ماتت، عيلة تشردت. عشان هيك حتى الله يحميكم. تفضل دكتور. عفوا، هلا موضوع ثاني مهم جدا. تتذكروا في انجيل متى فصل 5 فصل 19 موجود من طلق امرأته الا ايش؟ الا لعلة الزنا. في ناس بيفهموها زنا، هي باليوناني بورنيا، بيفهموها مخفية، يعني الخيانة الزوجية بعيد منكم، ولكن هي أكثر من الخيانة الزوجية. كلمة زنوت أو زنوتا بالآرام هي لسه بعيد منكم أوسع من الخيانة الزوجية. بدي أعطيكم مثال. مثلا في إحدى البدع الأمريكية الصهيونية، تعرف كان في، ما هو البشر مش ملائكة ولا لا، يصير خيانات زوجية. اللي كانوا يثبتوا عليه خيانة زوجية مع شخص من الجنس الآخر، يعطوا مرته طلاق. أو واحدة ثبت إنه جوزها البعيد خانها مع مرة تانية، يعطوها الطلاق. طيب في مثلا واحدة جوزها فعط مع واحد، عفوا يعني ما يعطوهاش طلاق. هدول جماعة بلاش نذكر اسمهم لأنه في يوتيوب، بس موجودة الفئة هون. أقول لك لأنه تعني الزنا، تعني الخيانة الزوجية. لا، الكلمة اليونانية للخيانة الزوجية بعيد منكم هي مخفية. شو الكلمة الموجودة في متى 5 متى 19؟ الكلمة الأوسع اللي هي بورنية، منها بورنوغرافي. بورنو، لا بعيد منكم، يعني كل ايش بعيد منكم نجاسة. بتقول طيب لايش بتجيب لنا هالسيرة؟ لأنه في تفسير كاثوليكي للآية. شو بقول؟ من طلق امرأته إلا في حالة الزنا. شو يعني الزنا؟ يعني الزواج الحرام، اللي عايشين مع بعض بالحرام وقتها، إنه طبعا وقتها بكمل النص. إذا إلا لعلة زنا، شايفين هاي ثلاث معاني إلها. في كثير ناس بأخذوها فقط بمعنى بعيد منكم الخيانة الزوجية، ولكن شو المعنى الثاني اللي شفناه هلأ بسفر الرؤيا؟ ايش؟ خيانة الله، خيانة الله والكنيسة. والمعنى الثاني اللي قلناه قبل شوي اللي هو التسري. شو يعني التسري؟ يعني الزواج الباطل، يعني بعيد منكم اللي عايشين مع بعض بالحرام. وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص القلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في تياتيرا، كل الذين ليس عندهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيب. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، وكما أخذت أنا أيضا من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح الكنيس. هلا النص هذا هو استشهاد من المزمور الثاني، بعصا من حديد ترعاهم وكما يحطم الخزاف كإناء الزجاج، كإناء الخزاف تحطمهم. لماذا ارتجت الأمم والشعوب لهجت بالبعض؟ نعم، هذا هو المزمور الثاني. قام ملوك الأرض والرؤساء ائتمروا معا بالرب وبمسيحه. والقديس وأعمال الرسل تطبق مين هدول الملوك والرؤساء؟ قول لك هيرودس، أنتيباس، وبونتيوس بيلاطس تآمروا على السيد المسيح. هذا هلأ كوكب الصبح هو المسيح نفسه. على فكرة في مع الأسف كمان مستوطنة
اسمها كوكب الصباح. نعم، في منطقة رام الله هذيك. نعم، تفضل. هسه الأصحاح الثالث أبونا. تفضل، نعم. وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح، الله والسبعة الكواكب، أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشددها وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. إذن كل النبوات عن نهاية العالم وعن عودة المسيح كلها غير واردة، لأنه المسيح قصد ما يقولنا متى سيعود. ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك، عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. الثياب البيض هاي طبعا الإنسان ممكن يفهمها بالمعنى المعنوي الرمزي، ولكن أيضا وين لبسونا ثوب أبيض؟ المعمودية. في المعمودية الكبار والصغار بلبسوا الثوب الأبيض، وتاني يوم مثلا في التقليد اللاتيني تاني أحد بعد العيد الفصح وانت السادس هو الأحد، سموه إن ألبس أحد الثياب البيض أو البيضاء، لأنه في يوم الأحد بعد العيد بيقدروا يخلعوا الثوب الأبيض، يعني إنه كانوا عادة يعمدوهم خصوصا الكبار في سبت النور ويضلهم لابسين إيش؟ الثياب البيضاء لأحد الأب واللي بنسميه الأحد جديد. الأحد الجديد. نعم. هلا سردس طبعا انتوا قاعدين زي ابو قاسم بياع الخيار، صح؟ لا الي لا علي. خلينا نحكي شيء من تاريخ الكنيسه وشيء مهم قوي قوي قوي. احد اساقفه سردس في القرون المقبله، طبعا احنا هون القرن الميلادي الاول، اسمه كان ميليتون كان يريد أن يتأكد من عدد الأسفار المقدسة، الكتب المقدسة، وبده يعرف أكثر وأفضل تفسيرها. فشو عمل؟ عنو بلد أجا؟ على فلسطين. شايفين كيف؟ إذن من سردس الأسقف ميليتون أجا على فلسطين خصوصي حتى إيش يفهم الكتاب المقدس وعدد أسفاره بالضبط، وكيف كمان في العالم اللاتيني القديس يرونيموس. القديس يرونيموس عاش في القرن الرابع للخامس. القديس يرونيموس كان زي ما بقولوا كان خوري قد الدنيا، كان أمين سر البابا دامازوس. شو قال له البابا دامازوس؟ بدي إياك تتعمق في معرفة الكتاب المقدس، وبدي إياك تنقله من اللغات الأصلية. وترك الكرسي الرسولي البابا دامازوس وأجا وعاش تحت مغارة بيت لحم ما لا يقل عن 32 سنة. كيف؟ بابا شو اسمه؟ دامازوس، البابا دامازوس. نعم. أي لغات ترجمها؟ ترجم من العبري واليوناني والآرامي إلى اللاتيني. نعم. وهي ترجمته تسمى لليوم بكرة
الفولغاتا، الفولغاتا يعني الترجمة الشائعة، من أعظم الترجمة. تفضل. عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب البير لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هذا بالنسبة لسارتس. نعم. وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا. هلأ فيلادلفيا هل هي عمان ربط عمون، أم كمان ممكن كان في فيلادلفيا في آسيا الصغرى؟ مش شايف في هذا الكتاب أي تفسير جغرافي، ولكن هو على الأغلب إنه في آسيا الصغرى، يعني في التفسير اللي وقعت بين يدينا. صح ولا لا؟ لأنه كلها بهذيك ال في آسيا الصغرى. بهذيك هي كلها كنائس السبع جنب بعض زي دائرة. أيوة. نعم. تفضل. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها أنا ذا أعيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. طبعا المسيح كإنسان برضو شفناها في إنجيل يوحنا، يقول إني ذاهب إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. طبعا يتكلم هنا من منطلق الطبيعة البشرية. شكرا لإصغائكم، وتفضل إذا في أسئلة أو أي مشاركة.